السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة تاع دجاجة مشوية في الفرن، ولكن قبل ما مشوية نطيبوها طياب آخر في الكوكوت مينوت ونعاود نطحيوها في الفران. تبعوا الوصفة. في الأول نغسلو مليح بالخل، خل طبيعي مليح من هذا الشعر اللي عندنا هنا. نقيوها مليح تحت الماء. انا ديجا حرقت هذا الشعر شويه فوق النار، حرقته. نغسلها مليح بالخل، نزيد الخل. نقيلها قلبها مليح، نغسلها مليح ونعود ليكم. في هذه الوصفة نحتاجو ملعقة صغيرة تاع سكنجبير، نصف ملعقة صغيرة تاع فلفل الكحل، ملعقة صغيرة تاع كركم، ملعقة صغيرة تاع ملح، حروج تاع الشاورما، ملعقة صغيرة تاع توابل الشاورما، جوج ملاعق كبار تاع الزبدة، ملعقة صغيرة تاع ثوم بودرة. وعندنا هنا قزبر مقطع، هذا رومارين او اكليل جبل، زعتر ولا زعترة اللي عندك في الدار، الرند والثوم، وهذه باش نطحيها في قلب الدجاجة، قزبر والرند، والقصلان سكرفجة. بعد ما خلطت هذيك الشرموله مليح، نبدا نحك هكذا في الدجاجه تاعي. هذيك الشرموله ندخلها حتى هنا بشويه بلا ما نقطع الجلده. الثوم هذيك اللي خليتها صحيحه هي بشويه، وندخلوها هنا، نحلو بشويه بشويه منا هاي. ندخلوا هذيك الشرموله اللي خلطناها مليح مليح، هذوك التوابل اللي عطاو لنا رائعه للدجاجه. نعاودوا نقلبوها. بشويه نحلو هنا. نطحيو هكذا في الدجاج من الداخل، نحكوها مليح. هيدا هذاك البوكي تاع الرند وقزبر، نطحيوه هنا الداخل. نزيدو شويه زعتر، دوك رند نزيدو شويه رند، ونعاودو نطيبوها من بعد ساعتين حتى ثلاثة. مازال خليوها تشرب الحروج تاعها هيدا، من بعد ساعتين ولا ثلاثة نطيبوها. دروك تحيوها في الثلاجة تشرب الحروج. مرو 3 ساعات على الدجاجة في الثلاجة. عملت شوية زبدة في الكوكوط، مع الزبدة زدت البصل والرند. دروك نزيد الدجاجة، نزيد شوية تاع الماء، حل 250 ملل تاع الماء. دجاجة نعملتها في لاكوكوط مينوت طيب نص طياب، نعاود ندخلها للفرن. غلقت الكوكوط على الدجاجة ونقصت الغاز 20 دقيقة ونعاود نفقدها. هذه الدجاجة من بعد ما فتحت عليها نعملها في مول أغراتان. قلبت الدجاجة في المولا غرادا، نطحيها في الفرن. الدجاجة هذه هي من بعد ما طابت تجي بنينة بزاف، معمرة توابل. جربوها هكذا خطوة بخطوة كما اللي عملتها. شو اللحم كيزار من العدم.
إذا عجبتكم الفيديو عملوا لي جيم واشتركوا في القناة.